لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني. خل ابن عمي لولا أكشف بالدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. وصلت المسجد والدمع يجري من العين، ولزمت الباب وصدت تدور أبو حسين. صاحت تعرفوني أني مهجة المختار، عمل الثمود اليوم أنزلها بهالديار. خسفوا زلازل لو تخلوا لي الكرار، كسرت وضلوعي وروعت الصبطين، ومدت على العام اليمين ورجت الكون. ونت شعبت كل قلب ونت المحزون، ورفرف عذاب الله وغدوا كلهم يموجون. ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين، وحيدر يقل له روح للزهرة يا سلمان، وقلها يا بنت المصطفى خيرة النسوان، تدرين أبو إبراهيم رحمة
من الرحمن لازم يا زهرة على الهضم كلها تصبرين. قال أصبري وردت عليه بدمع منثور لولا الصبر خليت كل العالم يمور. سقط جنين من الحشا والضلع مكسور وتدري يا سلمان العبد والرمل متنين. ومصيبتا وسيدتا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. الموضوع أيها الأحبة تحت عنوان فن إدارة الخلاف في البيت الزوجي. أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى كيف نقي الأسرة البيت الزوجي أن يقع الطرفان في الاختلاف. النقطة الثانية إذا وقع في الاختلاف وهذا أمر لا بد من إلا من عصم الله. إذا وقع في الاختلاف كيف يتم معالجة الاختلاف بطريقة صحيحة؟ لأننا في الحقيقة مبتلون هذه الأيام بأرقام فلكية من الحالات الطلاق المستعجلة التي في الحقيقة لا تقتضي الطلاق، ما تقتضي، ما توجب، لكن للأسف لأن غياب وجود القدرة على المعالجة تتصعد الأمور ونوصل إلى ما تصل إليه المحاكم هذه الأيام من حالات طلاق. في البداية لو فتحنا القرآن الكريم والسنة المطهرة في الروايات والآيات التي تتكلم عن أهمية البيت الزوجي لوجدنا أن الموضوع محل اهتمام كبير في الإسلام. الله لما بدأت الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شوف أول ثمرة لتسكنوا،
انت الان تروح الدوام وتتعب في الشغل، بعدين تبي مكان للسكون، بيتك اللي ترجع اليه يسمونه سكن، ماخذ من السكون بعد الحركه بعد التعب. لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ما يعرفون بعض، ما كان بينهم حب. اتقدم لها وخطبها من اول ليله، يحب يقعد اياها وهي ما تحب تفارقه. هاي الموده الله يقول وجعل بينكم. والموده يا عزيزي بعض العلماء يقول غير الحب. يقول لي يعني شنو موده غير الحب؟ اذا تقول لواحد احبك او ودك ما في فرق. قال لا اكو فرق. شنو الفرق؟ قال الحب، الحب انجذاب ميل الى الاخر، اما الموده انجذاب وخدمه. تقدم له خدمات، تحاول ترفع حاجته. انزين، لهذا يقولون الله سمى نفسه الودود لانه يحبنا ويقضي حاجتنا. لكن يقولون ما يصير تقول انا اود الله، غلط. يقولون ليش ما تود الله؟ قول احب الله. لان اذا قلت اود الله كانك تقضي حوائج لله، والله مو محتاج. فاذا الله انتخب كلمه موده لان فيها انجذاب وكل واحد يقضي حاجه الاخر، ورحمه، والرحمه عاطفه. ولو فتشنا آيات أخرى اللي تسمي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا أطيل في هذا البحث. أما الروايات، إذا جاءوا لكم بمأذون زوج، تسمعون الروايات اللي تتكلم عن الزواج. واحد، من تزوج فقد أحرز نصف دينه. يعني هل مستوى أن باب الغريزة الجنسية وما يتعلق به نصف التكليف الشرعي؟ فليتق الله في النصف الباقي. في الروايات، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. في الروايات، من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. في الروايات، ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. هذا أفضل بناء. إذا كان أفضل بناء الله ما يحب تهدمه. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لأن هدم أفضل بناء. هذه نموذج من أهمية البيت الزوجي واستقراره. هسا نجي إلى كيف نحاول نحن الزوجان أن نقي أنفسنا الوقوع في المشكلة والخلاف. أنا بذكر عدة نقاط من الروايات وبعدين ندخل في النقطة الثانية. الأمر الأول الذي أذكره هو توصية من إمامنا الصادق عليه السلام للزوج وللزوجة. أنت عليك ثلاث توصيات وأنت عليك ثلاث توصيات. خلينا نشوف كلمات إمامنا الصادق. يقول عليه السلام: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته. ما تستغني عن الأمور الثلاثة. شنو سيدي؟ قال: وهي الموافقة. مو كل شيء قالت زوجك ده. لا ما في اروح بيتوي، لا قاعدي مكانش، لا زواج بنت خالتي، لا. اذا كل لا لا لا، وش تتوقع هي بتصير؟ هي بعد لا، هي نفس وانت نفس. فالامام يقول اذا اكو مجال توافقها لا تختلف وياها على شيء ما له داعي. الموافقة ليجتلب بها، بالموافقة موافقتها ومحبتها. إذا أنت تقدم تنازلات، هي تقدم تنازلات. هذه التوصية الأولى. التوصية الثانية: حسن خلقه معها واستعماله استمالة. الآن حسن الخلق، هذه الحسن الخلق خلينا نخليها هي الأولى، لأن الموافقة يعني أن تكون أخلاقك معها حسنة وتقبل أن تقوم بما تحتاج بلا أن تتشدد معها. هذه رقم واحد، الخلق. اثنين: استعماله الزوجة الآن، استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها. يعني يتزين لها، يتزين لها. أنا الرجال أتزين لمرتي، هي تتزين. شهي مي إنسان وحب الجمال بفطرته،
الإمام الكاظم تعرفونه، مو مقدس، مو صاحب سجدة طويلة. هذا شاف واحد مختضب بحسن بن الجهم، شاف إمامنا الكاظم صابغ لحيته، قال لي اختضب. عجب كأن إمام يختضب. قال لي ذاك أعف للنساء. إيه أنا اختضبت أعف للنساء. مو المرأة إذا شافت زوجها لحيته بيضة يمكن تقول خلاص هذا مفعول انتهى. فالرواية تقول أن الرجل يتجمل لزوجته حتى يبقى بقلبها. تعرف الآن لو نجيب النسوان تقول والله العظيم يا شيخ من تزوجنا 40 سنة في البيت هذا هو ما يتزين ولا يتجين صروال أبيض وفاني لمن عرفته، هذا هو ما تغير تركيبته. يوم من الأيام أتكلم هالكلام، قال لي واحد يا شيخ أنا يوم من الأيام صبغت لحيتي، قامت زوجتي قالت لي وش ناوي، شكت فيي. قلت لي لأنه مي متعودة تتزين لها، فقالت أكيد في شيء، أكيد اليوم صاير شيء، فخافت. بينما أئمتنا كانوا يمارسون التزين ويحثون الشيعة على ذلك. الأمر الثالث التوسع عليها. أتصور اليوم زايدة مصاريفهم، فهذه يمكن حاصلة على كل حال. انتهينا من التوصيات الثلاث اللي تخص الزوج، نجي إلى الزوجة. قال ولا غنى للزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال. انت ايضا ايتها الزوجة مطلوب منك ثلاثة اشياء. الشيء الاول صيانة نفسها عن كل دنس، مو يفتحت الواتساب مالش صباح الخير ايمن هذا زميلي، بعد يبقى الزوج يشك بعدين، بعد هذا الدنس، هذا يلوث، هذا يبعث على الشك، هذا يخلق جو فتنة. فالرواية تقول لابد تظهري له العفة، تظهري له أنك امرأة شريفة عفيفة حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه. يوم هو راضي ويوم هو مراضي، هاي رقم واحد. رقم اثنين حياطته تحوط بزوجها، وش يريد وش محتاج. شوف بعض النساء على الغداء اجيب لك عصير، اجيب لك كذا، اسوي لك برتقاله، اسوي لك كذا. هذا الزوج طبعا في ناس والله خير مللتنا اديتنا، يعني في ناس هو خلل فيه، بس هذا المواقف اذا الرجل فكر فيها يشعر بان بالانجذاب اليها. قال الإمام وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلة تكون منها، يوم لا تخطأ يتذكر إحسانها فيغفر لخطيئتها. رقم ثلاثة إظهار العشق له بالخلابة، كلام الطيب والهيئة الحسنة لها في عينه. تتجمل لزوجها، طبعا احنا اليوم النسوان يتجملون وما يتجملون بس إلى الأعراس وإلى خارج بيت الزوجي، وهذه مصيبة. يعني على الزوج أن يدفع لتتزين إلى غيره، وهذه من مصائب هذا الزمان اللي الروايات سمتها الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية الثانية العفو. خب هذا الأمر الأول توصية الإمام الصادق وانتهينا منه. نجي الأمر الثاني الذي يخلصنا من المشاكل في البيت الزوجي، معرفة الحقوق والواجبات. شوف يا حبيبي ساعات جهلي بالحقوق اللي إلي في البيت الزوجي وبالواجبات اللي علي خليني أسيء الظن أو أحمق أو أغضب على الآخر. خلني أضرب مثال، واحد حمقان على زوجته أنه مثلا حرقت العشاء كل يوم، اشتغلت بجاهل من أولادها واحترق العشاء فحموك وقال هذه في دمتك هذه مرة عشاء ما تعرف تسوي عشاء تحرق عشاء كذا، يصعد الأمور. يجي يقعد يا شيخ وش مشكلتكم؟ قول له قول له أنزين وش مشكلتكم؟ خلص مع وجهة نظرك. قال يا شيخ أنا يعني رجال أتعب وأجي أمي عشاء جاهز أجي محترق العشاء. كم مرة؟ يمكن أربع مرات. كم سنة من زوجته؟ من تزوجنا 15 سنة. 15 سنة تطبخ؟ هي تطبخ لكن ساعات ما تحط بالها. هل تعلم أن الطبخ في الإسلام رضينا الرجال لو ما رضينا مواجب عليه؟
مو واجب. رضينا لو مو ما رضينا مو واجب. فمعناها أن الزوجة الآن 15 سنة تقدم لك إحسانا بعد إحسان، والحال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أنت فهمت أن 15 سنة هي محسنة يتغير الوضع. شوف الآن شنو صار، قبل لا أسمع بالحكم الشرعي كنت أنا متأذي منها، لأن القلوب يا أحبة جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء. لو أنا كل يوم زوجتي تطبخ غدا وريوق وعشاء أقول مسكينة، مو واجب عليها أحسنت لأنه طبخت، كل يوم أتعلق بها وأحبها أكثر، طبيعة القلوب مبرمجة على حب من أحسن إليها. لكن إذا أقول طالع جيت ما عندي شي مكوي، ما كذا ما كذا، لأن بعض الرجال حمقان وشو قال في دمتك كاوية لي مال اشتا وإحنا جو حار، هو غلطانة ما طالعت النشرة الجوية قبل لا تكوي، غلطانة يا حبيبي. انظر للمسألة ببعد آخر بتشوف المسألة مختلفة، هي أرادت الإحسان فأخطأت، واللي يريد الإحسان الواحد يكافئ مش مختلف، هذا من جانب الزوج. نعكس الآية، وش عندي شبت الحلال وش مزعلنش على زوجش، قالت ما مسفرنا، أي صار لي سنتين ما سفرنا، كي سفرتم قبل؟ إيه قبل ودانا، ودانا سوريا ودانا العراق، هاي سنتين أقول لك ما ودانا. تعلمين أن ما يجب علي سفركم من الزواج لليوم، حتى الحج الواجب واجب، كيف بعد هو زوجي، إيه زوجي نفقة شرب وأكل وكذا وسكن واجب، لكن السفر مو واجب. يعني كم مرة سافرتون؟ 6 مرات. هذا كان متفضل عليش ومحسن، فانتين الآن بدل ما تذكرين بالإحسان ذكرتين بالسوء. شوف حبيبي الفكرة وش أريد أقول، أريد أقول إذا عرفنا الحقوق والواجبات موقع الطرف الآخر من كونه متهم إلى كونه محسن يتبدل في الحال، بدل ما أحمق عليه وأغضب عليه وتحامل عليه في الحال أقول تعال مفروض أشكره جزاه الله خير. يعني يوم الأيام قريت قصة أنا أتصورها خيالية لكن أقولها، واحد جاي من الشغل إلا على باب من الخمايم من بعثر، عجيب منو بعثر، دخل للبيت كله فوضى لأنه على مفلته وكذا ثيابه وجهاله كل واحد عافس اللهج، وش صاير في المرة؟ راح يركب وين يدور مطبخ المواعين مكردسة، وصل إلى غرفة النوم لقاعدة مستلقية تقرأ قصة، زهقتين وش فيش كيف البيت كذي؟ قالت ود عمي كل يوم تقول لي أنت وش مسوية أنت وش مسوية، قلت أنا اليوم ما بسوي شيء خلي يجي ويشوف إذا يوم ما سوينا وش يصير الوضع، اخترب البيت كله والنظام كله. فإحنا ما ننظر للحسنات فقط يوم اللي يصير سلبية، وهذا يخلينا نطرش إلى قلبنا أن الغير يسيء إلينا يسيء إلينا يسيء إلينا نكرهها. شوف أكبر معارض كان معارض لأنه يطرش لقلبه هذا النظام ظالم ظالم ظالم، كره النظام. لو النظام يجيبه ويعطيه سيارة ويعطيه قصر ويعطيه مرة ومرتين بعدين بتشوفه يقول يا جماعة احنا كنا ننتقد من بعيد، اذا تدش داخل نظام تعرف ان المسؤولية صعبة وتعرف ان ها وش اللي غيرك سيارة والبيت، كان يرسل لقلبه سيئات على الآخر فيغضب عليه، لما قام يطرش حسنات حتى لو وهمية مي حقيقية بحبه. فإحنا يا حبيبي إذا نتعرف على الحقوق والواجبات بدل ما نسيء إلى لبعضنا البعض وشوفنا لا بالعكس ننظر للآخر محسن. الأمر الثالث أن ننظر إلى أن هناك فوارق طبيعية في البشر، ما بيتحصل لك زوجة في تكوبي على ميولك، ما في، بدل زوجتك بتشوف نفس المشكلة، بدل الثانية نفس المشكلة، بتخلص حياتك وانت ما حصلت اللي تبي. ليش؟ لأن الله خلق أنواع، بعض الفوارق كسبية وبعضها من أصل خلقتها يسمونها وهمية من الله، ذكائها أنت ما تقدر تغير ذكاء الزوجة، الله أعطاها المستوى من ذكاء خلاص، طولها أنت الآن خب الجمال العمليات الجراحية قامت تغير شوي في الشكل تصغر خشم وتكبر خشم صح ولا لا، لكن ما تقدر تسويها طويلة قصيرة لحين.
فإذا في مسائل مي قابلة للتغيير لازم أنت تتكيف وياها. في مسائل كسبية مثل مستواها التعليمي، مثل ثقافتها، مثل عادات ديرتها وتقاليدهم، تقدر تبدلها بصبر، تصبر وتحاول. فالإنسان العاقل ينظر إلى الأمور ويقول هذه موجودة طبيعة في الرجال، طبيعة في النساء. أنا أضرب مثال في الرجال ومثال في النساء. الرواية عن رسول الله يرويها أخواننا السنة، رواية سنية. في نساء يسمعوني؟ إيه، هاي الرواية عن لا يزعلون سنية. الرواية يقول أريت النار، شاف شفت النار فوجدت معناها أكثر أهل النار النساء. رواية سنية. النبي في الرواية علل لأنهن يكفرن، فقيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن بالعشير، بالزوج اللي معاشرنها. إذا أحسن لها طول الدهر، إذا يوم صدر منه شيء تقول لي لم أرك، لم أرى منك خيرا قط، تلغي التاريخ كله، تاريخ الإحسان اللي قدمه كله، شخطة قلم كذي وانت ما شفت منك خير. أنا الآن أقول اللي متزوجين تقريبا ما منكم إلا واردها، هالكلمة لازم نسمعها، نحن معاشر الرجال وانت ما شفنا وما شفنا. أنا إذا سامع هالرواية أقول ليش تزعلني الكلمة، ترى النساء كلهم شدي، هاي خلقتهم، أروح أزعل روحي على خلقتهم. تتصل واحدة تقول زوجي ما يقبل نصحه، إيه الرجال طبيعتهم نصيحة من زوجة ما يحب، شوارب كبار ها، ويرى أنه ما يصير مرتي تنصحها. فأنت يا بنت الحلال لا تسوين بيتش مجلس وعظ مباشر. الرجال جاهليين عندهم نفس جاهلي. المؤمن يبحث عن الحكمة وين ما يحصلها، لكن احنا ما نقول إيماننا كامل، بالتالي لا تجين توعظين وعظ مباشر ما بيسمع ليش، لكن تقدرين تجيبينها كأنها قصة صايرة وكذا، توصلين الفكرة بطريقة غير مباشر. مدام ما شعر أن أنتي في موقع الأستاذ والمعلم والناصح بيتقبل، بيفهم. فإذا المرأة فهمت طبيعة الرجال ما بتخليها مشكلة، ما بتجعل القضية مشكلة. هذه رقم ثلاثة. رقم أربعة، أن ننظر إلى أنه ما يوجد شيء في الدنيا إلا ألم ممزوج بلذة ولذة ممزوجة بألم. الله ما مدح الدنيا، قال لا نصب فيها، الآخرة لا نصب فيها. الدنيا لازم الوردة حتى تحصل وردة فيها ريحة لازم الأيادي يصيبها الشوك، طبيعي. هسه اللي عنده أولاد يقول والله مشيبيني، واللي ما عنده أولاد يقول والله خاطري يعني بيتنا ميت بدون جهاز، ويبدل فلوس الدنيا حق العلاج، لأنه ذاك نظر للأولاد من منطلق الألم فاشتكاهم، وهذا نظر للأولاد من منظر حسنتهم فاشتكى فقدهم. الدنيا كلها كذي، لو الله خلاها خالية من الألم كما متعلقنا بها زيد، هي بالألم وإحنا متعلقين بها، اتخيلها بدون ألم. فإذا يا عزيزي إذا واحد تزوج لا يقول زوجتي فيها عيب، كل النسوان وكل الرجال فيها حسن، فيهم حسنات وفيهم سيئات. الله وش يقول في القرآن؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا تدري فيها خير كثير. هسه أحد العلماء روى قصة في بعض المحاضرات، يقول أكو شخص من التابعين اتزوج مرأة شكله ما ارتاح، ما عجبته. المرأة تقرأ الرجل من نظراته، ففهمت أنها غير محل إعجاب لديه، فقالت لي عبارة: قد يكون خيرا يكمن في الشر أو كامنا في الشر. يمكن خير في الشر، أنت تشوفني شر يمكن فيه خير أنت ما تدري. الرواية تقول هام على رأسه 20 سنة بعيد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عقب ما رجع دخل مسجد النبي وشاف العالم حوله متحدقة حول شخص يعلمهم،
مسائل دينهم جو وقف لهذا ولد في العشرين 19-20 ويعلمهم فقههم. فتعجب من قال من هذا؟ قالوا إن هذا يسمى أنس بن عامر. أنا عامر إذا هاي ابني. راح للولد هذا العالم قال لي قل لأمك إن بالباب رجلا يقول قد يكون خير كامنا في الشر. قالت إذن هذا أبوك. هالكلمة أنا قايلها لأبوك ولا غيره. طلع أبوه الآن عطت ثمرة ولد في صغر سن عالم أهل المدينة يعلمهم دينهم. فأنا إذا أنظر للمرأة في سلبياتها طبيعي بكفر، لكن إذا أنظر كل امرأة فيها حسن وفيها سيئة وهي تنظر كل رجل فيه حسن وفي سيئة تتوازن الأمور ونقدر نعيش مع بعض. بعد الصبر، الصبر على إيذاء الزوجة والصبر على إيذاء الزوج هذا لوجه الله. يعني هسه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين في الآخرة. هسه يقولون أحد العرفاء جيء له بعض التلاميذ يريدون يتلمذون على إيده، ضربوا الباب طلعت لهم زوجته لسان طويل جارح لسان منفلت كله على زوجها. تعجبوا هل عارف وسمعة ملأت الخافقين وزوجته كذي وينه؟ قالت لهم اكتب في الصحراء يحتطب روحه شوفوا صاحبكم جو. هذه القصة يجيبونها في بعض كتب الأخلاق على ما ببالي وبعض الأساتذة ينقلها. يقولون لما جاءوا إليه وجدوه قد احتطب حطبا وخالنها على أسد، مو على حمار، على أسد، الحطب فوق أسد. فلما شافوا الأسد تعجبوا قالوا كيف استطعت أن تروض أسدا؟ قال من يصبر على الذئب الذي في البيت الله يعطيه قدرة يسخر هالأسد هذا. أسد أنتم ضحكتون رجال، خلينا نعرج على القسم الثاني لأن الإسلام يقول ولهن مثل الذي عليهم. الرواية ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ويكون محشرهن مع فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل سنجرب الثلاث. قال امرأة صبرت على غيرة زوجها، وفي الرواية الغيرة الطبيعية مو المرضية، غيرة المرأة عدوان لأنه تمنع الزوج من حقوقه، وغيرة الرجل إيمان لأنه يصون الزوجة. امرأة صبرت على غيرة زوجها وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها وامرأة وهبت صداقها المهر لزوجها يعطي الله كل واحد منهن ثواب 1000 شهيد ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة. السنسوان يقول مو بس المهر، بطاقة شغلي عند الراتب في كيس أدورها يا في الكيس اليمين يا في الكيس اليسار. فإذا يا عزيزي عندنا روايات للرجال وللنساء بالصبر على الطرف الآخر. هذا الأمر الرابع الخامس، أنا ضيعت الحساب. انجي إلى الأمر السادس، ثقافة الاعتذار. الاعتذار يصدر مني خطأ يصدر منها خطأ. بعض النساء ما تعتذر، تقول أنا اعتذرت، تقول كيف اعتذرتي؟ سكت وسويت روحي زعلانة واني الغلطانة، لكن تالي جيت لي وقلت لي تبي شاي، ما قدرت أقول كلمة مباشرة سامحني، صعب علي، بس هو فهمها أنني جاي أراضي. احنا نحبذ الاعتذار الصريح لأنه يدل على ندم كافي،
بخلاف الاعتذار الغير مباشر. لكن وجود الغير مباشر خير من عدمه. الرجال بعد شنو؟ الرجال يقول ما يصير أنا رجال أعتذر من المرأة، ما يصير. لا، النبي صلى الله عليه وآله الخطباء يروون لنا رواية موجودة في بعض الكتب أنه لما اشتد به المرض وخرج يودع أصحابه وش قال؟ ناشدتكم الله أيما رجل كانت له قبل محمد صلى الله عليه وآله مظلمة إلا قام واقتص منه. النبي أولى مني بنفسي، لو يضربني بدون سبب حلال هو أولى من نفسي، وأنا يجي النبي بكبره يعتذر. والنبي يخلق ثقافة، ثقافة هو معصوم، ثقافة أنك إذا أخطأت لازم تصحح الخطأ. أنت الرجل حتى ولدك الصغير إذا أخطأت تجاهه واعتذرت له ما تروح هيبت، هو يتعلم على هالثقافة. أما إذا يشوف الأب ما في ثقافة الاعتذار، طبعا يتربون على أنهم يقرون بأخطاء أبدا. فالاعتذار أيضا هذا مهم. بعد غض البصر، مو كل شيء توقف الآخر عليه. شوف الرواية تقول عن أمير المؤمنين: لا تكثرن العتاب فإنه يورث الضغينة ويدعو إلى البغضاء. كحين كل صغيرة شوف كتت الشاي، كتتيني، شوف لعوزتيني، شوف نظرتها، شوف كل شيء عاد يصير. ما في معصوم إياك في البيت، فإذا بتأخذ على كل شيء يصير ضغينة. عندنا ثقافة في الإسلام يسمونها ثقافة التغافل. حتى الأولاد، حتى الجيران، أقل شيء بسويها هوسة أقدر كأن الشيء ما صار. أنا أقول وش رأيك أعتبر القصة الحقيقية كأنها حلمة، حلمة ما أرتب عليها، هالقصة ما برتب عليها. تقدر، ترى نقدر نخلص روحنا من مشاكل واجد بالتغافل. شوف هالرواية عن إمامنا الصادق: صلاح حال التعايش. تبي تتعايش مع غيرك بصلاح بلا مشكلة؟ صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال. شيلة شيلة، ثلثاه فطنة يعني حسن تصرف، وثلثه تغافل. يعني إذا تب علاقاتك مع كل الآخرين حسنة ناجحة، خل عندك شيلة تتعامل بها مع الآخرين، ثلثيها ذكاء وفطنة كيف أتعامل، والثلث الثالث أتغافل كأن ما صار، كأن ما قال هالكلمة في حقي. لو كل كلمة بوجود ما بتحصل أحد. فهذه أيضا الأمر السابع. الأمر الثامن أن نحاول نتعلم حقوق البيت الزوجي. يعني مو قلناها قبل، بس إذا سمعنا محاضرة عن حقوق الزوجين نحضر، إذا سمعنا محاضرة كيف نتعامل في مع الاختلاف في البيت الزوجي نحضر، لأن احنا بدون ثقافة. أنا لو أذكر بعض القصص اللي جينا المكتب للمشاكل، تشوف الزوج يجي تفضل وضع النوش عندك، مو عارف يتكلم، لأن اللي صاير ما يوجب هالمشكلة، مستحي يطيح من صورته أمام الناس أنه تهاوش على شي تافه. فتشوفه يحوس وتشدب ويبالغ، الحاجية تقول الله عليك شهيد، أنا سويت كذي، لا تبالغ، طالع قسمات وجهه يبين كذاب، يبين شد يبين. بس انت ساعات تقول الحين بغض النظر سوى لو ما سوى، خلينا نعالج. تبي تعالج الموقف لا يروحون في الاتجاه ان يشتبكون بين صادق وكاذب. بس ساعات الواحد لان الشتافه يبي يصعد حتى يبرر موقفه من طلبه للطلاق. فنقول يا جماعه سمعنا دوره، سمعنا محاضره، مو عيب. المجلس العلمائي سوى مره جمع تبرعات لتزويج عزب، ذكرونها وزوج من كل أنحاء البحرين. كل شاب جاب يتزوج يقول له ما نعطيك المهر إلا بشرط، أنت وخطيبتك تحضرون دورة 3 ليالي فقه العلاقات الزوجية وكيف تدير الخلاف، وثلاث محاضرات. صدق بعضهم قال زين أنا عقدي قبل، أعطوني وبجي، واخذ ولا جي. المشكلة أن احنا نبي لصالحه، مو لنا. هذه تبرعات مو فلوس للشرط على الناس، بس انا اذا ابي اخلي ناس تبرعت بمهر ابي في بيت متماسك، مو بيت يتطلق يوم ثاني يريد مهر جديد يبي مساعده، نبي بيت متماسك. فاذا نحضر دورات. بعد لا نهمل الاريحيه في العلاقه الزوجيه. عندك فرصه قول لهم يا جماعه قوموا نروح نتغدى عشاء برا، مو لازم دي المطاعم المكلفه، ها
هم بس كونك عطيتهم من وقتك واخذتهم لو البحر. اذا الله حرر البحار، ها بعض ديار مساجين البحار، يوم اللي الله حرر البحار لو تقعد، ها انا اتذكر في التعليقه اقول لو تشتري سمبوسه هذا بربيتين وتقعد على البحر في الظلام وتشوف القمر في الدهن مال السمبوسة، بس هذا يخلي الأولاد مستانسين والزوجة مستانسة وانت تطجع البيت مرتاح ما تدري ليش، لأنك أدخلت سرور على أقرب الناس إليك، أنت كله مشغول عنهم. فمن ضمن الأمور التي تخلي الطرفين يتحملان بعضهما البعض هو استغلال وقت الفراغ للتنفيس عن الأسرة. طولنا في المقدمة الأولى وإحنا موضوعنا المقدمة الثانية أو النقطة الثانية، لهذا نختصر فيما بقي من وراء. الآن يا أحبة ذكرنا باختصار شديد وإيش الأمور اللي تخلينا ما نقع في المشكلة، لكن إذا وقعت المشكلة كيف نعالجها؟ وقعت صارت كيف عالجها؟ عدة نقاط باختصار. النقطة الأولى هو أن أختار الوقت المناسب والصحيح للعلاج. يعني شلون؟ يعني افترض الزوج جاي من الشغل تعبان آخر أول نهار مثلا أول ليل وحين متعب، قالت يلا قبل لا تنام خلنا نعالج المشكلة. زيدا واحد متعب وش توقع منه؟ يعني أقل شيء يحمد ويغضب ويصرخ، هذا مو وقت مناسب. فوقت الغضب لا مو مناسب، وقت التعب المزاج معكر لا، ساعات القضية ما ينبغي معالجتها في نفس اليوم لأن بعده النفوس مشحونة، فأي سعي لمعالجة يصير تصادم، نقول خلّى لباكر مو لازم اليوم، لأن أنا قصدي مو أصعد من المشكلة حتى أستعجل، قصدي أعالج، فقد يكون المعالجة تحتاج إلى تأجيل إلى اليوم الثاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المكان أيضا، أن تخبر مو قدام أولادك تفتح الملفات يا زوجتك، مو قدام أهلك، ساعات واحد ما أخذ زوجته بيت أهله صارت مشكلة وتحوشوا في بيت أهله، هي خلاص الحين ترجع مشكلتين عندها، مشكلتها وياك ومشكلتها الفضيحة اللي عرضتها إليها في بيت أبوك. فبعض الأحيان إحنا ما ننتخب المكان المناسب لحل المشكلة، هذه النقطة الأولى اختيار المكان والزمان. اثنين عدم إخراج الصراع والمشكلة، من صارت مشكلة اتصلت لأخوانها، هذا يقول لي تمي بتعائلة عجيب احنا غلطانين يوم عرسنا، تعال نحن جاينش وراح أخذ أخته وجابها البيت، خلي يعرف منه احنا، لو انتين ما قلتي لاخوانش يوم ثاني اثنين بس في المشكله بيتصافون، لا سيما انه زوج وزوج يحبون بعض بيشتاقون لبعض، اما اخوانش بيشتاقون ليه؟ فبالتالي انتين الان لو تبين ترجعين ما بيرضون، يقول لا شي احنا عائله سمعتنا في التراب لا ترجعين صبري خلي يجي ليش يعني وش يود عم انت الان من ندخل ناس إما أنهم يملكون قرار الصلح وعدم الصلح ونخسر القرار، وإما أن يكونوا حمقى فمشورتهم مدمرة، كل مشورة أخص من الثانية تدمر العلاقة الزوجية، ما نبي ندخل أحد. طبعا في بعض الحالات ضرورة ندخل أحد، بس في الحالات الطبيعية ما نضطر ندخل أحد. بعد قبل لا تبدأون الجلسة الحوار توضأ وصلي يا ركعتين. الوضوء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هالماء اللي بيجعله على جسمه يطفئ النار اللي أضرمها الشيطان، فاللي يتوضأ ويذكر الله بركعتين ما يظلم. متى الإنسان يا عزيزي يظلم؟ الله يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه إذا هو يرى عنده جيش، يقول أنا ملك ملوك أفريقيا، وإذا يرى ما عنده جيش في بلاها يصيدونه ويقول حرام عليكم يتوسل هذا وذاك، شي سنة الحياة. إذا أنا القوي في البيت عضلاتي أقوى من زوجتي
فإذا جيت بحاول ما بنصفها، بتكلم وأنا عندي قوة، لكن إذا صليت ركعتين وذكرت إن الله أقوى مني وإيش بيصير؟ بقول أنا إذا أظلمها الله، الله في الضعيفين، الله بينتقم من المظلوم، وإيش لي أنا أحط روحي قوة الله؟ خلني عاقل، خلني أنصف. ها، لهذا في الرواية: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد. مو أنت القوي وتظلم اللي غضبت عليهم، ترى الله أقوى. هذا الرسول يعلمنا عن طريق علي بن أبي طالب. فإذا يا عزيزي نذكر الله قبل لا نقعد للمصالحة. ولهذا ورد جاء واحد يستنصح الإمام الحسن، قال له: زوجها تقي، رجل متقي، إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها، لأن التقوى تمنع من الظلم. فإذا هذه نقطة مهمة أيضا. بعد رقم 6: لا تشعر أنك في حلبة مصارعة، اشعر أنك في سفينة. يعني حلبة المصارعة أبي أكسر رأس خصمي، أنا أقاتل وأنا أفكر شيف ضربة قاضية. ساعات الزوج والزوجة إذا يقعدون هي تتكلم وهو يفكر وش يرد عليها، وش يتذكر الآن حتى ينقض عليها. هذه حلبة، هذا كل واحد يكسر رأس الثاني، هذه ما تصير نتيجة. لكن إذا سفينة واحد يقول بخرج مكانك، أقول لي يلا ما نبع بخرج مكانك، زي إذا خرجت مكانه هو بيموت بسرعة، من موت فنين. فالسفينة نظامها غير نظام الحلبة. السفينة إذا هي تفعل وانت تفعل مواجهة، بيتكم يغرق في دقيقة. فالواحد إذا جب يحل مشكلة، إذا هم الصلح ما يفكر أن يأخذ الآخر. أنت تتذكر أن ترفع صوتك؟ إيه أنا صح غلطان، وإلا أنا في رأسي أنت 10 مرات رفع صوتك، بس أنا ما أبي أهاوش أبي الصلح، فأقول إيه أنا يوم أرفع صوتي غلطان. شوف، من يريد الحلبة يقابل كل نقطة بنقاط. رواية عن إمامنا الصادق يقول عنوان البصري: إذا واحد قال لك إن قلت واحدة سمعت 10، فقل له إن قلت 10 لم تسمع 1. إذا تسبني سبة، واحد يقول لو تسبني سبة أسب طوايف وطوايف وعد الديرة كلها، ها 10. في واحد يقول لو تسبني من الليل للصبح أنا بقول سلامة، ما بس هاي التربية الدينية. فاللي يقعد مع زوجته بهل شعور ما تصير مشكلة. وقت أخذنا الأمر الأخير قبل لا نعالج المشكلة، خلنا نشوف في مشكلة لو ما في مشكلة. شايفة ما في مشكلة قاعدين لوي؟ أنا أضرب مثال: أم فلان الليلة منروح بيت عمتي عدهم كذا، منروح عذرني يعني ما أقدر الليلة. إيه هذا أنتي من أقول شي عن أهلي؟ لا وألف عذر، قولي ما تحبينهم، قولي انت جلاك. ويقعد الشيطان يشتغل 5 دقائق عفس البيت كله. سكتت عنا لما جو بيتصافون، قالت ايه انت مو طلبت مني اروح اياك؟ اتخيل لو رحت وياي صداع وقعدت ساكتة، وش بيقولون؟ بيقولون مغرورة، انا جاي صداع. وش رايك تتصل لصديقاتي زميلاتي في العمل قول لهم ام فلان اليوم وش طبيعتها؟ بكلهم بيقولون صداع. شوف ما في مشكلة، هو فهم غلط، تسرع سوء ظن. فبعض الأحيان قبل لا نقعد نعالج المشكلة أقول لها: تفضلي يا أم فلان قولي المشكلة اللي بيني وبينش من وجهة نظرك، وأنا بقول من وجهة نظري. أنا من وجهة نظري أنت ما تحبين أهلي ما تبين تجين. قالت: أني من وجهة نظري أنني مريضة ياي صداع، وكل زميلاتي يدرون، أنت ما تدري، فلما طلب يحتاج إلى مزاج وكذا كذا، اعتذرت أنت لأنك ما تدري بالصداع كذا. هاي وجهة نظري. عجل أنا غلطان متعمل سامحني. شوف ما في مشكلة. فإحنا ساعات قبل لا نروح نشوف وجه وجهات النظر قبل لا ندخل في التفاصيل. أيضا من الأمور إذا جينا من صالح أن نبدأ بالإيجابيات. خلني أضرب مثال: لو جيت أنا يا زوجتي متهاوشين، أنا بتكلم أول، تفضل أنت أولا ما تربين أولادي عدل، أنت طلينا عددنا السلبيات كلها، وين صار؟ صارت هي تسمع وتشحن روحها وتب ترد. بينما لو أنا، هي غضبانة كلش، لو أنا جيت قلت لها: يا بنت عمي صراحة أنتين فيش إيجابيات واجد، كذا طباخ ما شاء الله، كذا ما شاء الله،
كذا، بس هالنقطة بعد لو تترتب هاي اللي أنا بس مدعوتني. رأسا هي وش تقول؟ هفتت قالت أنت بعد طيب وأنت بعد زين، لكن يعني ها المشكلة أنا وش شوف هذه الإيجابيات هي ماي بارد. شوف القرآن وش يقول؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل لا تنسونه، مو بس السيئات. أضرب لك مثال قصة لأحد العلماء يذكرها في إحدى محاضراته، يقول جاني شخص بيطلق زوجته، زين أنا أعرفها وأعرفها ما عليها قصور، ليش بيطلقها؟ يقول فأردت أن لا يطلقها بطريقة فنية، قلت له زوجتك وصخة لا نظيفة، شهادة لله نظيفة، عجل ما تعرف تطبخ، تعال شوف كل من أكل شكر، إذن هي ما تربي، لا بالعكس بيتك مهمل، لا لا بالعكس. ظل يسأله 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 مو يسأله، تالي قال لي يلا شيخنا مع السلامة، قال لي تعال ما بطلق، قال له بس بس شفنا. هذا يذكرني بقصة واحد دلال، دلال جابوا لي بيت، قال لي بكتبع بيتي، فراح أعلن في الجريدة بيت زاوية على شارعين في حديقة كذا في كذا، يعدد مواصفاته، هذا اتصل أنا بشتري هالبيت، قال أنا ببيع بيتي وبشتري هالبيت، قال لي هذا بيتك، بيتي اقرأ الإعلان بشوف كل اللي لقناه في بيتك، طلع كله موجود في البيت اللي قاله، ما كذب الدلال، بس هذا ما ينظر للإيجابيات، فلما سمعها من غير استانس استانس. فإحنا إذا نبدأ بالإيجابيات نخلص البيت أي تصعيد. أيضا من الأمور انتقاء الألفاظ، انتقاء الألفاظ عن شنو؟ زوجة تكلمت، أنا أقدر وش أقول؟ أقدر أقول أنت صادقة، أنا أثق بكلامك، بس عندي ملاحظة، هذا غير غير إن هي تتكلم وتقول يلا خذ تعال اسمع، هذا الشيء ينفرز الآخر، يخرب الجلسة في دقيقة. ونفس الشيء إذا هي تسوي لك هالطريقة، فاللي اللي بيحاول ينتخب ألفاظ تهدئ ما تصعد، هذه نقطة انتهينا منها. وحتى في الروايات حثت، حتى القرآن متروس قول حسن قول لين، كلمات كثيرة كلها تمدح الكلام الكلام الطيب، لا أطيل في ذلك. أيضا نقطة أخيرة، مسألة يسمونها اليوم لغة الجسد، لغة الجسد. في الرواية إذا أنت زعلان على واحد من أنسابك حط يدك عليه تهدأ النفوس، ففي لغة جسد في الرواية تهدئ، وفي لغة جسد اليوم يسمونها البوكس. هذه واحد يقول لك ما عليها الا الهوز وما عليها الا الكذا والحصى، هاي لغة فاشلة فاشلة. فلغة الجسد تضع اليد، قسمات الوجه، قسمات الوجه. شوف الرواية، لا تحقرن من المعروف شيئا ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وبشر حسن. الابتسامة اليوم، البعض بعض الكتابات تقول ما أقدر أكد ولا أنفي، تقول أن اللي يبتسم يحرك في وجهه 13 عضلة. الابتسامة تكلفنا 13 عضلة. إنزين اللي يعبس اللي برطم تعبيرنا يقولون 47 عضلة. يا جماعة ريحوا عضلاتكم، ابتسموا فكونا، يعني ليش ليش كل واحد معبس ويخلي المسألة ما تخدم. إذن يا أحبة هذه أيضا يمكن أن تساهم في الحال. من الأمور الاقتصار على الخطأ الفعلي، يعني ساعات الزوجة جاي من عالج مشكلة اليوم صايرة تقول تذكر يوم تخطبني، تذكر أول ما تزوجنا، تذكر مودي صالحنا عليها وانتهينا، ليش صايرة لي الصندوق الأسود مال الطائرات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ هذيك عالجناها حدنا نقطة جديدة، بس هي هذه أيضا نقطة مهمة. هذه بصورة مختصرة حبيت، يعني لأن الوقت مو مال ساعة هالموضوع، لكن حاولت قدر الإمكان أن أتعبك وأضغط الموضوع. فإذا يا عزيزي الإسلام في نصوصه أعطى حصة وافرة لهذا الأمر، لهذا الأمر، أمر تنظيم البيت الزوجي وحلحلة المشكلة. إحنا هالأيام نعيش ذكرى السيدة الزهراء صلوات الله عليها، والسيدة الزهراء هي المعصومة، زوجة المعصوم، بنت المعصوم، أم المعصومين. هذه نقطة مهمة،
لأن النبي صلى الله عليه وآله الله جعله أسوة، لكن كزوج، وزوجاته مو معصومات. فالنبي عاش تجربة في بيت زوجي، مو العصمة تقوده، عصمة من طرف وغير عصمة من طرف آخر. كل الأئمة المعصومين مو زوجاتهم معصومة، فقط أمير المؤمنين هو معصوم وزوجته معصومة. لهذا اللي يريد يعيش أجواء الإسلام الحقيقي في البيت الزوجي يفتح ملف بيت أمير المؤمنين. الإمام الباقر عليه السلام في الرواية لما تزوج علي من فاطمة تقاضى علي وفاطمة أمر الخدمة. جول النبي قالوا لين تشرح لنا وش دور فاطمة وش دور علي. من أول يوم يبون يعرفوا الحقوق والواجبات. فالنبي رسم لعلي ما وراء الباب وللزهرة ما دون الباب. إذا تريد تشوف نجاح البيت الزوجي اقرأ حديث الكساء وشوف العاطفة الطافحة، كلمات كلها جميلة، قرة عيني ثمرة فؤادي، كل كلمات الأسرة تدل على محبة واحترام وخلق عالي. مو احنا كل يوم جايبين ندر نقرأ حديث الكساء، مو اقرأوا وطبقوا. بركة أهل البيت في العمل أكثر منا مجرد أن نحيي ذكر. هم يريدون أن نتشبع بحبهم فنقتدي بهم، لأن الحب إذا شخص أحب آخر يقتدي بهديه. وعاشت فاطمة طيلة حياتها مخلصة لأمير المؤمنين، وعاش علي في الطرف الآخر قمة الإخلاص لفاطمة. لهذا يقول ابن شهر آشور يوصف حال الزهراء بعد ما جرى عليها ما جرى، يقول عاشت بأبي وأمي منهدة الركن، معصبة الرأس ناحلة الجسم دامعة العين. هذا آلام الزهرة كلها يغشى عليها بين الفينة والأخرى بهالحال. لكن لما دنت منها الوفاة أرسلت خلف علي بن أبي طالب، جاء بأبي وأمي جلس عندها، قالت يا ابن العم إني لا أرى ما بي إلا وأنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وفي قلبي أشياء أحببت أن أوصيك بها. وإذا بأمير المؤمنين يفرغ مسامعه لزوجته، أوصيني يا ابنة العم بما أحببت. وإذا بالزهرة أول أمر تقدم اعتذارها إلى أمير المؤمنين، يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. أمير المؤمنين يرى الزهراء بهذه الحالة وتقدم اعتذارها، لهذا بأبي وأمي بادرها، قال معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأشد خوفا من أن أوبخك غدا بمخالفتي. لكن يا فاطمة عز علي فقدك ومفارقتك، جدد علي مصيبة رسول الله. إلا أنها يا لها من مصيبة ما أمضها وأحزنها وآلمها. تقول الرواية أخذ علي يبكي في جانب وفاطمة تبكي في جانب، بقيا على هذه الحالة لأن كلمة الفراق صدعت قلب أمير المؤمنين. بقيا ساعة يبكيان ثم
ثم تقدم بأبي وأمي إليها، أخذ رأسها وضعه في حجره، قال: يا ابنة العم أوصيني بما في قلبك تجديني وفيا. أخذت فاطمة توصيه بوصاياها، أوصته أن يتزوج بأمامة لتحفظ له عيالها، أوصته أن يتخذ لها نعشا صورته الملائكة ليستر جسدها أمام الرجال، ثم قالت: أوصيك ألا يحضر جنازتي هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إش زايد عليك اليوم يا زهرة الوجين، بطلي ونينك داب قلبي لا توني، يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي يا ولادك بالبواكي مذوبيني. صاحت: يا حيدر فرقوا بينك وبيني، بوداعت الله مسافر عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامه، اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه، بس الله الله عقب عيني بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة واجمع أصحابك عقب مات وجهزوا، طلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوا، واللي كسرى وضل عيوبي الباب عصران، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدي، ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي، لليوم من ضرب الرجس ما سكن رو، بعدي على المختار ما نشفت دموعي، طبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر قالها الوصل ممدوح بالسبع المثاني، انت يا زهرة والنبي كنت واركاني، هسا انهدم يم الحسن ركني الثاني، جدد علي الحزن يا ست النساء، بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها. نسألك اللهم وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تفرج لنا بهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب. اللهم انصرنا على من ظلمنا، أرنا فيه قدرتك عاجلا يا مبير الظالمين،
الأسرى والمعتقلين فك قيدهم وأسرهم ردهم سالمين غانمين. الجرحى والمصابين ومرضى المؤمنين والمؤمنات ألبسهم لباس الصحة والعافية. من حورب في رزقه وسع عليه من رزقك الحلال الطيب أغنهم عن شرار خلقك. المطاردين من عليهم بالأمن والأمان. أيد وسدد علماءنا العاملين. نفس عن المكروبين. احفظ شبابنا رد عنهم كيد أعدائنا. وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء وموتى المؤمنين والمؤمنات موتى المؤسسين بالخصوص إلى روح والد ووالدة الحاج عبد الله جد وجدة الحاج عبد الله إخوان الحاج عبد الله أم محمد عبد الله لأرواحهم جميعا الثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.